عبد الله البريشي كره ملعوبه تلعب بالراس جول 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 اول لصالح نادي الكويت جول اول جول اول من كره كورنر لعبت من عبد الله البريشي لتواجه ايضا المتابعه بنجاح مع جمعه سعيد. خطرة لجمعة سعيد خطرة تنعاد الله جول لصالح نادي الكويت جول ثالث جول ثالث جمعة سعيد. جمعة سعيد لف جمعة سعيد أخرها جمعة سعيد طلال الفاضل راحت منه خلاص وتهيأت لجمعة سعيد جمعة بالجول الكويت يبحث عن الرابع ليأتي جمعة سعيد ويسجل الهدف الرابع. قدم ابتسامة وفيصل سعيد في هذه اللعبة خطرة خطرة بالجول جول أول جول أول قراءة سليمة الحقيقة من فيصل سعيد في أخذ المكان المناسب بجهة اليمين. جمعة سعيد يمر بيتقدم بالعمق جمعة سعيد حط كرة يسار الله جول لصالح نادي الكويت وجمعة سعيد يأتي بخبر سعيد ما زال موجود جمعة سعيد موجود. جمعة سعيد يلم ويهيئ ويجرب نفسه الله 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 هذه ما هي تجربة يا جمعة سعيد هذه ما هي تجربة يا جمعة سعيد يلعب كرة قوية في الدقيقة 6 الهدف الثاني لنادي الكويت من برا المنطقة واضح انه راح يشوت ويجرب حاله شوف 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 شوف, شوف على طول يلعبها قوية تسكن الزاوية اليسار على حارس المرمى هذا